من الأخبار كمان اللي منتشرة اليومين دول، وإحنا يمكن اتكلمنا عنها قبل كده، ولكن خلاص يعني إحنا شفنا إنه موقع تويتر أزال كل علامات اللي هي التوثيق الزرقاء من الحسابات الموثقة أصلاً أوريدي، وفقاً للسياسات الجديدة تحت قيادة مالك تويتر الجديد إيلون ماسك، اللي كان قد تعهد بإنه يجعل منصة السوشيال ميديا المتعثرة مربحة بأي إجراءات ضرورية. وفي هذه الحالة حاول إجبار المستخدمين على الدفع مقابل خدمات التوثيق اللي كانت مجاناً قبل كده. وبموجب نظام التوثيق الأزرق الأصلي كان في حوالي 400 ألف حساب موثق على تويتر بيحمل العلامة الزرقاء، بما يعني أن تويتر بيأكد أن المستخدمين حقيقيين بالفعل. لكن بموجب البرنامج الجديد فإن الأفراد هيدفعوا حوالي 8 دولار شهرياً مقابل العلامة الزرقاء، في حين انه المؤسسات يمكن ان هي تدفع 1000 دولار شهريا. وقد احدث هذا التغيير تحول في معنى التحقق من الحسابات اللي بيتم التحقق منه بشكل مستقل الى اخر، من خلاله بيتم دفع اموال للمساعده على جعل التدوينات مرئيه لعدد اكبر من الناس. طيب احنا معانا للمزيد من التفاصيل المهندس تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات. برحب بك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم، واهلا بالساده المشاهدين. اولا يعني شفت الحركه دي او شفت هذا الموضوع ازاي؟ طبعا هو زي ما حضرتك ذكرتي، هو صراع بين مشاهير العالم وبين ايلون ماسك. النهارده هو محاوله اجبار ايلون ماسك لمشاهير العالم ان هم يدفعوا ثمن التوثيق الخاص بحساباتهم للتاكيد ان دي حساباتهم الفعليه. النهارده معظم المشاهير شايفين ان هو المستفيد الاول بوجودهم على المنصه هو المنصه نفسها، ان هو وجودهم اضافه على المنصه، وليس ان هم محتاجين يدفعوا عشان يبقوا موجودين على المنصه. وده كان الصراع بين الطرفين، والاغلب رفض ان هو يدفع ثمن التوثيق دوت، وبالتالي اختفت مئات الالاف من العلامات الزرقاء من على تويتر. وده عمل ابتدى يعمل بلبله، زي النهارده ظهور العديد من الحسابات باسم هيلاري كلينتون، ظهور حساب موثق باسم ولايه نيويورك الامريكيه باسم حكومه ولايه نيويورك الامريكيه، اختفاء بعض الحسابات الموثقه ذات للممثلين الكبار، مع استمرار الحسابات الموثقه باسماء الشخصيات الشهيره ليهم في الافلام. طبعا كل الكلام ده عامل بلبله كبيره جدا. النهارده عمل مجال، هو في الاخر هو عايز. طب بعد البلبله والمشاكل اللي حصلت دي، هل ممكن يتراجع صاحب تويتر عن هذا القرار، خصوصا ان احنا ممكن نلاقي اي يعني اكونت متوثق وهو ما يكونش الشخص او الشركه نفسها يعني؟ بالظبط بالظبط، اظن ان هو هيحصل تراجع، لان انا مع عدم تاكد المستخدمين من صحه الحسابات اللي قدامهم هيبدا يقل الاعتماد على تويتر. النهارده كل وكالات الانباء مطلوب منها تدفع 1000 دولار على شهريا على كل حساب، في حين ان كان الملجا السريع لكل الافراد على مستوى العالم الدخول على حسابات وكالات الانباء الموثقه على تويتر للتاكد من المعلومه. ده كان بيحقق رواج كبير للمنصه. هيحصل انهيار كبير في الاستخدامات، هيحصل انهيار كبير في الريتويتس، هيحصل مشاكل كبيره جدا تخص نشر الشائعات والاخبار الكاذبه على مستوى العالم، سيتم استغلالها استغلالات سيئه من الجهات المختلفه. اظن ان هو لو استمر الجهات المختلفه للضغط عليه في هذا الاتجاه انه هيعود في قراره، او ان احنا يعني هنبتدي نلحظ بدايه انهيار تويتر. طيب هل يعني ممكن نشوف ان بعض المنصات الاخرى ممكن تعمل كده بهدف الربح؟ فيسبوك اعلن ان هو ابتدى يحط تسعير، وقال ان هو برضه التوثيق هيبقى بفلوس، بس اظن ان فيسبوك هيبقى اذكى من كده، وان هو هيفضل يحافظ على المشاهير ان هم يهديهم العلامه الموثقه، وهيوسع مجال بس العلامه الموثقه ان بقى الشخص الطبيعي ممكن يحصل على العلامه الموثقه لو ادى الاثباتات الخاصه بيه. واظن ده كان الافضل لتويتر، ان هو يفتح المجال للاشخاص الطبيعيه والاعتباريه ان هي توثق
وحتى لو ما كانوش مشاهير ان هي توثق حساباتها مقابل رسوم، ولكن يترك السياسيين والرموز الكبيره سواء في الفن او في الرياضه او الى ما خلافه من الشخصيات، لان هم دول اللي بيحققوا له الرواج على المنصه وليس الثمانيه. كان يعني انا شايف ان هو كان بص تحت رجليه لما قال الثمانيه دولار وطبقها على المشاهير اللي موجودين عنده على المنصه. صحيح، 8 دولار شهريا. بالظبط 8 دولار شهريا بالظبط. طيب هل لو الببليك فيجرز او حساباتهم متوثقه لو بالفعل بقى رضخوا لهذه القرارات ده ممكن يؤدي الى ايه؟ يعني اصل احنا لو شفنا هم هيرضخوا، انا القصه واضح من الواضح جدا ان هي القصه مبدا، لان احنا بنتكلم على اسماء ضخمه جدا، فعليا ال 8 دولار مش هتفرق معاه، بس هو المعظم واخدها يعني موقف او مبدا يعني. بالظبط بالظبط، ما اظنش ان هم هيرضخوا، لان المنصات الاخرى كثيره واحنا بنتكلم على منصات كثيره موجوده، ومع الجيل الثالث من منصات السوشيال ميديا. فاظن ان هو لو تويتر ما رجعش في قراره او اعاد صياغته مره اخرى هتبقى بدايه الانهيار ليه. شفت ردود الافعال ازاي؟ مش بس من الشخصيات ولكن بشكل عام من رواد التويتر او السوشيال ميديا يعني، او حتى في الولايات المتحده الامريكيه ضد طبعا صاحب تويتر ضد المالك. طبعا هو في حاله بلبله كبيره النهارده ان يظهر حساب مزيف باسم حكومه ولايه نيويورك او من اكبر ولايات المتحده الامريكيه، بيظهر لها حساب ويتم ايقافه من على المنصه، ظهور حساب لهيلاري كلينتون تعلن فيها ترشحها للرئاسه للمره القادمه، كل الكلام طبعا هيعمل بلبله وهيقلل حجم الثقه فيما يتم نشره من على تويتر بشكل كبير عند المستخدمين. في بعض الافراد اللي كان نفسهم يبقى عندهم حسابات موثقه مبسوطين من القرار دوت وما عندوش مشكله انه يدفع ال 8 دولار، فاحنا في حاله بلبله في الوقت الحالي. تمام. هننتظر الايام القليله القادمه هتنبئ عن ما سيحدث بعد كده. شكرا لحضرتك المهندس تامر محمد خبير تكنولوجيا المعلومات.